السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جيمينج جديد بعد غيبة جدا طويلة. للي ما يعرف، كنا في جامعة الشرقية، سوينا فيديوهات حق جامعة الشرقية، إذا فاتتك تابعها لأنها فيديوهات مرة ممتعة. وبرضو أخذت بريك بعد الجامعة هذه، قاعد أنزل مقاطع الجامعة ومنها أريح شوي وأجهز السيتاب حقي، لأن صراحة لسه مو بجاهز. الكاميرات شلتها معي، الإضاءات مدري إيش. عموما انتهينا من التصريفات، رجعنا لكم بأول فيديو جيمينج. عندنا لعبة جديدة اسمها هوتيل رينوفيشن، اللي هو تجديد الفنادق، او خلونا نسميها تنظيف الفنادق. اللي صدمني، شوفوا وين بديت، حرفيا ضغطت ستارت جيم وهنا رسبنت. طبعا عندنا مهمة فوق على اليمين لو تلاحظون، يقول لك صيد دجاجة، ما عندنا الا دجاجة واحدة اللي هي هذه. اف تعال يا اوكي، مساكن الدجاج. اوكي ساندرا ايش تقول؟ اوكي الحين تقول لازم نتخلص منها، ارمها من الدريشة الى النافورة. ايه نرميها من هنا، مع السلامة. حلوين تخلصنا منها. الحين عندنا اشياء ثانية، اللي هي اتوقع اننا لازم ننظف الفندق حقنا غالبا. اوكي هذه ديمو للمعلومية، يعني غالبا راح ننظف الفندق كامل ونأجر للناس ونصمم الغرف حقت الفندق بالتصميم اللي حنا نبغاه. طيب يا جماعة، مهمتنا يقول لك في فريق حقين فيديو كليبات كذا، موسيقى ومدري ايش، بيجون يصورون الفيديو كليب حقهم في الفندق حقنا، فلازم نروح الغرفة 101، هذه 101، واتوقع اننا ننظفها عشان بيصورون فيها. خلوني نشوف ايش المهمات اللي عندنا. هم شو السرير ذا الصغير؟ ما يكفي ذا احد يا رجل. اوكي خلونا نشوف ايش يبون. طيب هذه المهمات تشوفونها فوق اليمين، نبغى ننظف الزبالة اولا، نشيل الاشياء. اوه لازم انا لا تقول لي انا اشيلها معي وارميها يا شباب، لا مو بكذا، ما اتفقنا. اوكي اوه كسرت السيراميك، لا يا غبي. اوكي نقدر نكسر الاشياء. الله اوه كسرت الجدار اللي ورا يا اهبل. اوكي اتوقع انه لازم ضربه خفيفه عشان ما اكسر الجدار اللي. ايش رايكم نسوي ترميم كامل؟ اتوقع انه افضل صح؟ نسوي ترميم كامل للفندق كامل لانه مو بعجبنا. شوف خلونا نبدا الغرفه من اول وجديد، مع انهم يقولون ترى في اشياء ثمينه في الفندق ولازم تستفيد منها ومدري ايش، لكن وين ثمينه؟ بيتزا سلامات. عندنا هنا وساخه اتوقع ان ننظفها بعدين. هذا النور، هذه فرشه، لا يعني شيل السيراميك اللي تحت، لا لا كنسل. طيب ما عندنا ادوات كثيره صراحه، ما عندنا الا ذا الشاكوش اللي مو شاكوش ما ادري ايش الشيء. طيب كيف اكنس يا شباب؟ متى وين المكنسه حقتي؟ اوكي ما نحتاج ذا. ستاره برضو ما نحتاج، يعني معليش من يبغى ستاره؟ شيل اللمبه، اللمبه حقتكم خايسه، نبغى نصمم كل شيء لنا من اول وجديد. هذا الدولاب ودي اشيله بس ما ادري كيف. اشيله يعني ارميه مو كذا اشيله معي. لا ابغى ارميه كيف شباب؟ اوه عندنا حمام بعد، ايش حمام الزومبي ذا؟ شوفوا الوساخه كيف. طيب مو مشكله مو مشكله، ايزي نقدر نكسر كل شيء ويتنظف وانتهينا. ما نحتاج مرايا يا شباب، المشكله شو الجدران اللي لا لا اشوح حسبت تتكسر. طيب ادري كيف اشيل الاشياء. بيك اب، شوف يقول لك شيلها. طيب اشيلها وين اوديها بعدين؟ اها شوفوا يا جماعه، اشيل الشيء، شوفوا اشيله بعدين اقعد ضاغط. لا يا حبيبي لا تفشلنا. اوكي ما يجي هذا، لكن الاشياء الثانيه شوفوا مثلا هذه برضو ما يجي. جماعه والله العلاقه سويتها قبل شوي ضبطت، هنا في علاقه ثانيه. شوف ناخذ العلاقه ذي ونقعد ضاغطين، شوف تختفي. هذول كيف احذفهم ما ادري. اوه هذه اللوحه ثمينه تصدقون، شوف عليها نجمه، يعني اذا استخدمناها في الفندق حقنا ممكن تزيدنا نجمه في الغرفه، فما ما ما, ما نرميها ذي. اوه تصدقون لازم الارضيه برضو تنشال. اوه توني ادري، شوفوا يعني يقول لك ريموف فلور كفرج. اوكي خلونا نشيل الارضيه لان صدق اصلا خايسه، نختار من عندنا ارضيه وان شاء الله ما تكون اخيس من ذي، بتكون احسن مالك. الله اي كذا، شوف تقدر تكبر الدائره ذي وتكسر كل شيء. حلو شوف يختصر لك الوقت. القم صح في لاق بس مو مشكله، اهم شيء الوقت يختصر. حتى الجدران، حتى الجدران يا جماعه. الله يبغانا نشيل كل شيء. اتوقع اني عرفت كيف اشيل الاشياء هذه، اقعد اكسرها. عموما لعلي تحمست شوي وكسرت السقف، مع انه ما طلبوا مننا نكسر السقف بس يعني ما ادري صراحه. المشكله الوساخه هذه ماني عارف كيف اشيلها، تشوفون في وساخه هنا يقول لك ريموف تراش. طيب كيف؟ ولا قصدهم هذه؟ اه هذه بنكسرها يعني معليش. ايوه كذا شوف، والله الاداه ذي اللي معنا صراحه ما ادري ايش بتاع كله، تكسر تنظف كل شيء. طيب الحين يقول لك كلين ليفت اوفرز، يعني نظف البقايا. طيب خلونا نكنس. اي المكنسه اي اوكي حلو حلو، قاعدين ننظف الحين. اشو كنت خايف ان الاشياء هذه تبقى للابد. ان شاء الله يا جماعه بتشوفون فندق 5 نجوم، هذول اللي جايين يصورون فيديو كليب لهم يا رجل بينبسطون على الفندق حقنا، يمكن يشترونه بعد. حلوين حلوين، خلصنا
خلصنا يا جماعة. الحين يقول لك كفر وول وكفر فلور. الحين دقيقة باقي هنا حاجة. اصبر يا شباب. معليش يعني ما انتبهنا لهذه. اوكي. الحين يبغالنا نغطي الجدران بلون هذه وولز وهذه فلور. نبغى الوولز اولا. طيب الا في اشياء واجد. حلوة يا جماعة هذه تصدقون. شوف يوم تختار حقة الجدران يطلع لك. بس شوف التقييم نجمة. اوكي النجمتين مقفل. ما عندنا الا نجمة. افا شباب. لا يا اخي كنا نبغى الفندق حقنا يصير 5 نجوم يا شباب. بس اصبروا خلونا نحاول نجيب لنا شيء. طيب بانلز ذي الالواح. شوف يمكن في نجمتين. نجمتين مقفل. ما عندنا الا نجمة واحدة. شوف هذه حلوة بس انها غالية شوي. والله كل اللي فاتح لنا نجمة واحدة. للاسف. ونقدر ناخذ سيراميك. شوفوا لا هذا حق حمامات. نقدر نروح ورق جدران. بس برضو ورق الجدران نجمة واحدة وشكله يعني مو مرة ذاك الزود. تحس انك فندق قديم. نبغى شيء جديد زي مثلا في في لوحات. تقدر تسوي لوحات انت. بس كله نجمة نجمة نجمة. لا دقيقة. اللي بنروح فيه او بنروح معه يعني. لا مو بهذه بعد. البانلز هذه. هذه احسها حلو صراحة افضل شيء. هذه زي كذا تشوفون. تبدأ من هنا. بس دقيقة نبغى اللون. يا الحبيب اللون. كيف اغير اللون؟ تاب. تاب يا جماعة تاب تغير اللون. طيب وش رايكم باللون؟ تدرون وش المشكلة انه مو كاتبين اللون وشو فكذا بنروح فيها. نختار لهم لون كذا مثلا. طبعا هم بيصورون موسيقى فنعطيهم لون كذا غامق. ما ادري ايش فينا الالوان الغامقة من هاوس فليبر. بس شوف كيف هنا يا عمري. شوف هاي الو. اوكي يطول عشان يركب. ركب ذا هنا. حلو حلو حلو. لا ماشي صح شباب ماشي صح. ما عليكم والله ان شاء الله بيطلع فندق جامد. ليش ما اقدر اغير لون ذا؟ اي لازم اكسر اول. طيب خلونا نكمل نركب ذولي الشباب. بالله ايش رايكم؟ بالله كيف الشكل؟ احسه جامد. هنا يبغانا برضه نكمل. لا هنا اتوقع. ايوه شوف الشكل والله رهيب. اوكي غطينا الجدران بس يبغانا نغطيها كامله. هل نكمل بنفس اللون؟ اتوقع نعم. يفضل اننا نكمل بنفس اللون عشان ما نجيب العيد ونخرب الشكل. بعدين اذا صرنا خبره يعني في تضبيط الفنادق وشفنا هذا كم جاب لنا نجمه نبدا نغير ونصمم على كيفنا بالالوان اللي حنا نبيها. حلو الحين المفروض تمام. تدري وش المشكله؟ ان السقف ما ادري صراحه كيف بسوي فيه. كسرناه وما في خيار انه يعلمني اني شوفوا اسوي السقف. عندنا فلورز بس ما في وولز. شوفوا او سيلينج مثلا. طيب نجي الفلور. شو نختار؟ خشب؟ والله ما ادري يا شباب. ولا سيراميك؟ لا سيراميك قلنا حمام ما نبغى سيراميك. كاربت. شو رايكم الكاربت اللي هي زولية او فرشة مثلا؟ لا ما تصلح. طيب ودن خشب. ما عندنا الا خشب صراحة. خلونا نشوفنا شيء يتناسق مع لوننا هنا مع تصميمنا. تصميمنا مربعي فيبغى لنا شيء كذا شبه مربع يعني نقدر نختار هذا ونختار مع لون مثلا هذا. كيف شباب؟ خلونا نحاول نضبط. بالله كيف والله طالع الشكل حلو صراحة. والله عجبني للأمانة. توقعت إني بسوي أسوأ من كذا بس طلع حلو. يبغى لنا ستاير بس هذه تقول لنا open the booking app. خلك ضاغط هذا وافتح التطبيق. أوكي حلو عندنا تطبيق الحين. خلونا نشوف إيش يصير. أوكي ما علينا البوكينج آب عشان نحدد سعر الغرفة هذه كم. بنرفع السعر بعدين. الحين يبغى لنا سرير. يقول لك ضروري إنه يكون في الفندق سرير. طبيعي يا شباب. فخلونا نحاول. ما أبغى السرير ذا. طيب تشوفون الأنواع. ما أبغى واحد أبغى. أيوه هذول مقفلين اتوقع. شوف مقفلين ليه يا شباب؟ انا افيلبل ليه يا اخي؟ اتوقع انه ما عندنا الا سرير واحد. كيف نحط سرير؟ يبون 2. اوكي فغالبا راح نحط لهم سريرين. نبغى سرير مثلا لونه. تدرون ايش المشكله؟ الشمس قاعده تخرب علينا. الشمس مو مخليتنا يعني نشوف اللون الصدق. خلونا نجي هنا نشوف. ايوه حلو حلو كذا ممتاز. يبغالنا سرير مو بنفس لون الجدران بس اقرب للون الارضيه كذا احسن صح؟ ما يكون مرة غامق بس ما يكون فاتح بزيادة. ما ادري احس ان هذا اقرب شيء. اوكي بنحط هذا يا شباب. بالله ايش رايكم؟ حطينا سريرين. حلو الحين يبغى لنا كراسي. نحط لهم يا جماعة الخير كرسيين. ما ادري ليش ايش يبون فيها يعني بس. ما ادري افلام مثلا. اوكي هذا نفس اللون شباب. لا مو بنفس اللون. اوكي ما عندنا الا 3 كراسي فقط. شوفوا. فهذا احس انه اقرب شيء. على الاقل نفس لون السرة. المفرش حق السرير. بعدين ليش احطه هنا؟ المفروض هنا الكوميدينا. خلونا نحطه هنا ايش رايكم؟ نحط هذا هنا. لا هذا اقدر انقله؟ شباب ايوه اقدر. لا يا الحبيب بنقل ذا.
والله ما ادري ليش في يعني شو اسمه كرسي عند السرير، ما ادري صراحه ليش يعني. يبغى لنا الحين نحط طاوله، خلونا نجي هنا نشوف طاولات حقتنا كيف. والله اوكي ما عندنا خيارات كثير للطاولات صراحه. او دقيقه يا شباب الطاوله ايش فائدتها بالله؟ ليش كذا مره مرتفعه؟ بعدين هذه اللي تبونها ولا تبون كافي تيبل؟ الا والله يبون هذه يا اخي. ليه وش فائده ام هذه؟ او اقدر امشي من فوق الاشياء ما شاء الله. اوكي طيب يبون الحين ستورج خزانه مثلا، خلونا ندور زي هذه، نحاول نشوف لنا شيء. لا هذا وش مستودعات؟ هذا ما ادري احسه تو ماتش. هذا لا قديم، هذا احسه حلو بس انه مو بحلو في نفس الوقت. ايش رايكم نحط واحد هنا؟ اي جيد جيد. طيب الحين يبغى لهم لمبه، خلونا نروح عند اللمبات. يبغى لهم لمبه واحده فقط. شوف اللمبات الخايسه، عندنا البيضه ذي وعندنا هذه الكبيره. اوكي هذه ممكن حلوه، عندنا هذه. والله شوف شوف ايش رايكم نحطها هنا جنب السرير عشان، او جنب الدولاب ذا عشان اللي يبغى يغير ملابسه مثلا يقدر يشوف نفسه. والله شوف اللمبه خايسه صراحه ما عجبتني هذه. طيب هذه احسها حلوه بس مكانها مو مناسب. هذه حلوه بس احسها اوكي. هذه شوف كيف، والله خايسه شوي بس مو مشكله. طيب الحين يبغى لهم ستاندينج ديكوريشنز، يبغى لهم ديكورات واقفه يعني مثلا زي كذا. مرايه هنا نقدر نحطها فوق هذه. ايوه خلها تطالع فينا. لا شباب طاحت يا خوي. طيب ايش رايك نحطها فوق الطاوله؟ ما ادري صراحه ليش صارت كذا يعني. هذا مو المفروض في الحمام؟ والله يقبلون، شوف يوم احط يقبلون. ليه المفروض في الحمام ذا يا غبي؟ عطر باقي لهم شيء واحد ويوافقون. خلاص وافقوا. الحين يبغى لهم ديكورات جداريه. اوه يا عيال نسينا، جبت العيد في حاجه. هل اقدر ابيع؟ والله اتوقع اني ما اقدر ابيع، فلازم نكسر ذول الشباب لان يعني ما نبغاهم صراحه. لان اللي نبغاهم اصلا شوفوا هنا ستاندينج ديكوريشن، هذه الاشياء بس انها ابو كلب شوي يعني صغيره مره. شوف اوكي نحطهم هنا. شوف اوكي نحط ذا هنا يتكي، حط الطاسه ذي هنا. ويبغى لنا الحين هذا الشيء نحطه هنا، والمويه ذي ما ادري ايش شيء نحط. اوكي يبغى لهم شيء واحد حطه هنا. طاوله مره كاره هذه الزبده ما هي بعجبتني بس وش نسوي هذا. الحين يبغى لنا ديكورات جداريه يعني مثلا مرايه هنا، وعندنا لوحه اوريدي، عندنا لوحه فما يحتاج. نقدر نحط مرايه ثانيه بس تو ماتش يعني. اللوحه ذي ما ادري ما احسها تناسب هذه. والله يعني شوف ممكن، والله في لوحات كثير هذه ما تصلح يعني، ما ادري احس اللون مو مناسب لنا للتصميم حقنا يعني، او اللوحه نفسها بكبرها ما هي مناسبه. هذه ممكن، تشوفون هذه ممكن تجي نحطها كذا. حلوين خلصنا بالله. ايش رايكم في غرفه الفندق حقنا؟ طيب على كذا افكر دقيقه دام الطاوله ذي يعني مجبورين فيها خلونا نحطها هنا. طيب ايش رايكم ونحط ذي الخياس نحطها هنا يعني احسن من لا شيء. هذه المرايه تنحط هنا كيف؟ يب احس ان احسن حل هذا، مع اني اقدر اشيل هذه ترى. شوف خلوني اوريكم واحط ثنتين من هذولي كذا صار الشكل مرتب شوي. المهم الحين يبغونا نروح للحمام ونضبط الاشياء اللي فيه. اوكي اولا خلونا نكنس. اوكي الحمام يبغونا نشيل كل شيء فيه يا جماعه، حتى الجدران شوف. اوكي بس المره ذي يا جماعه ما بتحمس واشيل شو اسمه السقف، لان اتوقع ان السقف هنا باقي يب شوف السقف كيف. والله اتوقع هو السقف اللي مخرب علينا ترى، ولا الغرفه حقتنا متكامله جدا جدا. طيب نجي للحمام، يقول لك غط الجدران بشيء للجدران. خلونا نشوف. اولا زي ما قلنا لكم السيراميك للحمامات، فنجي عند السيراميك هنا وندور لنا سيراميك مناسب للحمام حقنا. نبغى شيء فخم في نفس الوقت يعطي حياه. ايش رايكم في ذا؟ طبعا ما يعطي حياه ابدا بس عاد اسوي. لا يا ابوي وش الالوان ذي؟ اوكي هذا ممكن حلو. اوكي خلونا نحط الحمام ذا. هذا كنه وردي يا جماعه صح؟ والله كنه وردي. اوكي توني استوعب انه ممكن يكون وردي بس مو مشكله عادي يعني. لعلي يعني شو اسمه تحمست وخليت الغرفه ذي كانها غرفه اطفال بس اتس اوكي. خلونا الحين نجي للارضيات. الارضيات يبغى لنا برضه زي ما قلنا لكم سيراميك، والحين يبغى لنا لون يناسب اللون اللي فوق، فعشان كذا يبغى لنا نجي هنا ونقول مثلا هذا. ايش رايكم بالله؟ هذا احسه جامد. شوف
بالله يقولوا لي ايش رايكم. قسم بالله ما اتوقع انه حلو، بس معلي معلي اول غرفة لنا نتدرب يا جماعة، نتدرب نشوف الاوضاع. الله يبغانا نحط شاور، بسم الله خلونا نبدأ. يزي يزي نجي للفرنتشر ونروح للحمامات. هنا تشوفون هذا باث، هذا شاور. نقدر نغير الانواع او نخلونا نقلب كذا مثلا، ايوه بعدين نغير الانواع حقتنا. ايش رايكم نخلي دائري ولا مربعي؟ اوكي معين احلى. حطينا الشاور. طيب الحين يبغى لنا تويلت. ايزي، هذا تويلت. التويلت وين يكون؟ يكون هنا. بس نشوف الانواع حقته، يعني في انواع فخمه. شوفوا هذا نوع مع زرفه شكله فخم يا جماعه، بس انه 150. اوه والله الاسعار نكبه يا جماعه، يبغى لنا نشوف لنا شيء رخيص دامهم كلهم نجمه واحده. حط ذا الابو كلب كلهم نجمه واحده، ليش ياخذ شيء غالي؟ طيب الحين يبغى لنا واش ستاند. وش الواش؟ واش ستاند؟ مغسله. طيب اوكي، هذه واش ستاند هنا، ونحط لها مثلا نختار لنا نوع. لا لا الالوان ذي صراحه ما تنفع في الوضع حقنا، فما عندنا الا هذه للامانه يعني. فنحط ليه ما اقدر. كان نوت بليس هير بلوكت باي اذر فرنتشر. وات يقول ايش مبلك بشيء ثاني؟ الو اي. المهم نروح اللي بعده، يبغون ستوريج. ستوريج في الحمام؟ ها هل هذا الستوريج اللي تبونه اي؟ طيب ما ينفع اللون ذا يا شباب. الا والله قبلوا، شوف حطيناه وقبلوا ليه؟ المهم يقولون نحط باث بس انه اوبشنال، تبغى تحط ولا ما تبغى تحط؟ فخلونا نحط يا جماعه، واي نوت. المشكله الحين في المغسله حقتنا واش ستاند، ما اقدر احطها. يقول لي بلوكت، بلوكت كان نوت بليس بلوكت باي اذر فرنتشر. يقول مبلكينها بشيء ثاني. وين الاذر فرنتشر؟ ما في شيء. شوف ما تركف ولا مكان يا شباب. طيب الشباب ذولي، شوف يا كذابين. اوهو ركبنا ذي واحنا ما نبغاها صراحه. طيب مو مشكلة، الحين يقول لك حط اكسسوارز حقت حمام. يلا الحين نجي نحط الصابون ذا وعطر ما ادري ايش ذا، مراية حطها في الدولاب. طاحت طبعا، طيح طبعا. طيب نحط كاسة موية، نحط معقم يد هنا عشان كورونا وذا. نحط ايش ذا؟ ما ادري بس حطه يمكن كويس. ومنشفة، صح منشفة يبغى لنا المنشفة تنحط هنا. ليه ما اقدر؟ الو اي اوكي. نحط بعدين فرشة سنان، صحيح صحيح شيء مهم. بعدين نحط منديل، اوكي المنديل نحطه هنا. وش ذا؟ معطر اباط نحطه هنا مو مشكلة. صابون، صابون نحطه هنا. او خلصنا، اوكي مراية نحطها هنا. خلصنا بالحمام. الحمام صراحة ما مو بحلو للأمانة يعني، الألوان اللي فيه ما هي متناسقة أبدا، بس خلاص ايش نسوي يا شباب. الحين يقول لك احجز الغرفة لكارل جاكس وهنري ريتشارد. طيب يمكن ما تعجبنا أسعارهم فما بنحجزها لهم. الحين هذول هم تشوفون، أقدر أرفع السعر. اوكي 60 رفعناه، وش رايكم نرفع زياده؟ ما نقدر نرفع زياده، نقدر ننقص. لا لا خلونا نرفع 60. اوكي نقول لهم ابلاي تشينجز، بعدين نحجز للشباب ذولي. كيف احجز؟ اسحب الغرفه. الو اي ربيب. اسحبهم للغرفه. زعلانين. زعلان ليش؟ مع نفسك والله لو تزعل. اوكي يقول توهم وصلوا راضين مره. حلو حلو حلو، يعطيكم العافيه يا شباب. حلوين. يبغى لنا نحط كنب وبلانتس وانترتينمنت اللي هي تسليه. طيب اوكي مو مشكله مو مشكله، نسلك لهم شوي. طيب بالنسبه للبلانتس انا افضل اني احطه عند الشبابيك، بس اتوقع ان انا ما نقدر، عشان كذا يبغى لنا نحطها هنا واحده وهنا واحده. بعدين والله وش ذا؟ هذه تنحط في الزاويه مثلا، بعدين نحط هذه هنا. خلصنا. بعدين صوفة، الصوفة وش هي؟ كنب. نجي هنا عند الكنب، هذه صوفة. اوه شباب ما عاد في مكان. شوف الكنب والله يا شباب اللي يبغى يتك. ما يكفي هنا. طيب الكنب هنا. والله الطاولة المفروض هذه الطاولة تكون هنا والكنب مو مشكلة. الحين يبغى لهم انترتينمنت، تسلية، اشياء يتسلون عليها. طيب مو مشكلة نسليكم مو مشكلة. نعطيهم وش ذا؟ سماعات. يلا اعطهم سماعات مو مشكلة. بس سماعات اوكي حلو حلو حلو. حركت الطاولة وخلصنا يا جماعة الخير. الحين يقول لك افتح التطبيق واختار اند داي، ننهي اليوم خلاص. كيف شباب؟ مبسوطين؟ زعلانين؟ مو مره راضين؟ يمكن لان السعر غالي، بس معليش اول غرفه لنا لازم اننا نضبط الوضع. كيف اموره؟ ماذا ايش فيه؟ ايش عنده حاجتين هنا؟ يفضل هذه الاشياء اللي يفضلها. ذا مره زعلان، هذا الاشياء اللي يفضلها حاجتين طابقناها يعني، عنده شاور اتوقع وعنده سريرين. هذا ولا شيء طابقناه، بس والله وش نسوي؟ تيك كاش. حلو، اخذنا 120 60 على كل واحد. حلو. وصخوا على طول ويبدا يزيد التقييم حق الفندق حقنا.
حلو يا جماعة، حلو، حلوين حلوين. يب شوف هنا تقول لك خلاص من الحين نقدر نركب أشياء ترتيبها الثاني أو الليفل حقها الثاني، يعني أفضل من الأشياء هذه، وتعطينا ممكن نجمتين أو شيء. وللأسف يا جماعة هنا انتهى الديمو حق اللعبة، فبنضطر ننتظر لين تنزل اللعبة كاملة عشان نقدر نلعبها أكثر ونتوسع فيها أكثر. لكن عموما يعطيكم العافية على المشاهدة، هذا اللي كان عندي اليوم. لا تنسى تحط لايك، تشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم. We'll be right back.